فبالتالي نرجع ونقول يا حكومتنا المتقاعد المتقاعد والله تعبت حتى من الحكي. معاناة كبيرة حيث أكو قوانين شرعت ولم تنفذ من قبل وزارة المالية ومن قبل هيئة التقاعد العامة. القوانين هي المادة 13 والمادة 14 والمادة 36. المادة 36 هي تشير إلى زيادة رواتب المتقاعدين مهما كان عسكري مدني كل المتقاعدين في العراق، والمادة 36 لم تنفذ وإنما شرعت من قبل مجلس النواب ومن قبل رئاسة الوزراء. فاللي نرجوه من الحكومة أن تشرع هذه تقوم بهذه المادة وذلك الاستفادة من استفادة المتقاعد من الراتب الشهري. بدورنا نشكر قناتكم الموفرة شكرا على هذا اللقاء وجزيل الشكر لكم ان شاء الله. شكرا جزيلا.